احنا متابعين عاملين ايه النهارده. الفيديو صوري جدا 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 جدا، وعارفه ان يا جماعه طلعت عليكم صوره طويله جدا 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 جدا، بس معلش بقى اكون ساعات مشغوله وان شاء الله مش هقطع تاني خالص على القناه. وايه تاني بقى؟ باي. خلونا نعدي الباركور ده. اوكي حلو جميل. ايه بيرفكت. الباركور سهل قوي. حلو. الحمد لله كنت حقا. خمس دقايق. اوكي يلا دلوقتي في المول اللي فوق خالص. حياتي حزينة. طب يا جماعة في الكومنتات مين فيكم برضو لما بيكون قرب يختم بيقوم واقع؟ اكتب في الكومنتات كلكم، اشتركوا في القناة وفرحوني ووصلوني ل50. متبقلنا بس 2 يا جماعة، 2. ها 2. يلا بسرعة البرق، روح اقول كل صحاب كلهم كله مسيبوش حد. شجعوني يا جماعة. على فكرة مشكلتكم ما معملش سبسكرايب ومحطوش لايك ومكتبتوش كومنت عشان مش عارفة اعدي الباركور. يلا دعموني دعموني عشان اعرف اعدي الباركور، واكتبوا كومنت واكتبوا لايك. ايه يا راس الله. خايفة 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 اموت. يلا انا حرفيا لو اموت ان لو وقعت. عارفة ليه انا حاسة ان انا حظي وحش جدا في الباركور؟ لا الحمد لله ما متش قصدي. لا حاسة ان حظي وحش في الباركور اصلا. كنت قبل كده كويسة في الباركور. طبعا اكتبوا يا جماعة ايه اول باركور انتوا لعبتوه في لعبة روبلوكس. انا اول باركور هو كان باركور 800 مرحلة في الباركور، كان اسمه كده 800 مرحلة في الباركور. باركور فيه 800 بتاع. كنتش بلعب الحاجات اللي ما فيهاش تشيك بوينت، بعمل الحاجات اللي فيهاش تشيك بوينت. طبعا يا جماعة لا 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 مستحيل 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 يا جماعة. خلونا نطلع نغير الباركور عشان بتاع طلعنا. الحمد لله الحمد لله. طبعا يا جماعة الماب دي اللي هي ماب كوتون. اوكي طبعا انا هشغل اغنية وانتوا خليكم مع الاغنية. Play your favorite song over and over until you get. من
يا سند للمسلمين، يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. من أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان واتعلقت بيه. يا رسول الله وابكي على كتفك وانا يا حبيب الله، وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك. النهارده كان في لايك وشير وسبسكرايب بس ممكن راحوني كومنت لايك، مش معقول يعني لحد دلوقتي بتفرج على الفيديو مش عاملين سبسكرايب يعني. ف لايك وكومنت وشير واشتركوا، اقول لكل صحابك يشتركوا. يعني دلوقتي يا جماعه ثواني هفرجكم حاجه، يعني ما شاء الله علينا يا جماعه 7000 شخص بيتفرج على الفيديوهات بتاعتي، وعندي بس 48 مشترك. لو 7013 مشاهدة دول اشتركوا
يعني بجد انت في اليوم الواحد بس يعني بيجيب مشاهدات ضخمة، ده 1500، ده 1500 برضه يعني، بس مش عارف. وده 2000 أكتر حاجة، وده 5 مشاهدات بس، وده 7 مشاهدات بس، وبس. سلام يا أحلى متابعين في العالم.